السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من Elastic Five راح نحكي فيها عن ثلاثة كويريز جدد في عملية البحث، وهم Match All وMatch None وDis Max. طبعا كل واحد له وظيفته وراح نشوفها بالترتيب. بالنسبة لMatch All، هو يعني صراحة كويري جدا بسيط يطابق كل الدوكيمنتس موجودة في الاندكس أينما حل. طبعا يعني عمليا لما بتختار بتقول كويري ماتش اول فهو راح يجيب كل الدوكيمنتس. قد ياتي في بعض الاحيان الماتش اول مع خلينا نقول مع كويريز فيها اند مثلا او سامثينج يعني بيشبه هذا الكلام، فممكن ما تطلع كل الدوكيمنتس. صراحه لا يحضرني كيس، ولكن يعني هذا الشيء يؤخذ بعين الاعتبار. ماتش اول عمليا هو يظهر كل الدوكيمنتس باختصار شديد. ماتش نان هو عكس تماما ماتش اول، لا يظهر اي دوكيمنت. طبعا للاسف الاستيك سيرش يعني ما حاطين اي سبب ليش ممكن انا استخدم ماتش نان. اكيد في كيس، لكن صراحه يعني انا حاولت اشوف ايش الكيس اللي ممكن انا تيجي ماتش مع ماتش نان، انه انا ما بدي ولا دوكيمنت. هل هي مثلا ممكن خلينا نقول بينج على Elastic Search عبارة عن تجربة البرفورمانس؟ والله ما أدري صراحة إيشكم السبب. This Max باختصار هو إمكانية تطبيق أكثر من كويري مع بعض في نفس الوقت. تذكروا بول في يوم must و must not to match وكذا إلى آخره، وفلتر وشد. This Max مثلا لنفترض قلنا فيه أربع كويريز: match, term, بول مثلا, match all. فأي دوكيمنت ماتشت مع واحد من الكويريز المذكور داخل الديس ماكس يظهر في نتائج البحث. خلينا نشوف بعض الأمثلة. المثال الأول هو عن ماتش أول. لو تلاحظوا ماتش أول هو عبارة عن كويري ما في أي يعني باراميتر، بس ماتش أول واخترنا الاندكس وقلنا له ماتش أول رن، طلعنا كل الدوكيمنتس كل البرودكت الموجودة في الاندكس. تمام. بالنسبه للماتش نون يعني هو ابسط من انه يشرح صراحه. ماتش نون لا تجيب اي نتيجه. طيب الان بالنسبه للديس ماكس يلي هو حقيقه يمكن يكون اعقدهم، الديس ماكس فيه اكثر من كويري كويريز. طبعا قد ياتي فيه ماتش اول، قد ياتي فيه اي نوع من انواع الكويريز، ما هو في النهايه فيه كويري. قد يكون فيه ماتش وماتش فريز وماتش بريفكس وبول وماتش اول وماتش نون الى اخره. هذول كلياتهم ممكن يجوا تحت ايش؟ ديس ماكس. اي دوكيمنت يعني يفترض في دوكيمنت يطابق هذا الكويري يظهر في نتائج بحث. يعني مو بالضروره الدوكيمنت يتطابق مع كل الايش الكويريز الموجوده تحت ديس ماكس. اي دوكيمنت يتطابق مع اي كويري مع كويري واحد او اكثر يظهر في نتائج بحث مباشره. طب خلينا نشوف هذا المثال. حاطين احنا ماتش لتايتل، حاطين فيه الكيورد الاهلي يلي خسر يوم 3-0 مع التعاون. تيرم طبعا تيرم يختلف عن ماتش ببعض الاشياء ممكن نذكرها لاحقا، واحد من الكويريز. تايتل كمان التعاون فاز على 3-0 على الاهلي. البول طبعا شفنا البول فيه ماست وماست نوت وفلتر وشد الى اخره. خلينا ننفذ هذا الكويري يلي هو ديس ماكس كويري. جاب لنا 5 عمليا الارتكلز فيها 6 فيها 6، لكن هذا ليش جاب 5؟ هلا بنشوف ليش جاب 5. جاب 5 لانه قلنا له طبعا اي دوكيمنت سيتطابق مع هاي الكويري ما عدا الدوكيمنت اللي هو الخبر عن العصافير اللي في ايطاليا. صراحه ما عدا ذلك كله سيتطابق. ليش؟ لانه هذا عم بيقول لك التايتل تبع الدوكيمنت اللي لازم يكون ماتش مع هذا الكويري ايش هو؟ لازم ما يظهر فيه كلمه الطيور، وبالتالي كل الدوكيمنتس ستظهر في نتائج البحث لانه بس دوكيمنت واحد فيه كلمه الطيور في التايتل. يعني لو شلنا عمليا هدول اتوقع لازم يطلع 5. هاي 5 لو رجعناهم راح يطلع 5. تمام. ليش؟ لانه كل هذا الكويري بيغني عن الجميع. طبعا يعني قد لا يكون هاي اليوز كيس الامثل، ولكن هذا واحد من الامثله يعني. طب لو شلنا هاد المفروض يظهر معنا الدوكيمنتس اللي فيها الاهلي وفيها التعاون. طب خلينا نحط هون مثلا ضباب عشان ايش؟ عشان لو شلنا هاد
لازم يطلع عندنا تو دوكيمنت، 3 دوكيمنتس، لانه في عندنا دوكيمنت مكرر فيه نفس التايتل، وفي عندنا دوكيمنت كان عن الطقس، فلازم يطلع ايش 3 دوكيمنتس. هاي 3 دوكيمنتس، هاي ضباب. ضباب طبعا هذا ما موجود في 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 دوكيمنت ثاني اللي هو رقم 3، موجود فقط ايش في رقم 2. وبالتالي ديسماك صراحه هو يعتبر من من الكويريز اللي مفيده جدا استخدامها، واللي بتسهل عمليا يعني البحث عن كلمات مختلفه بموجوده في في فيلدز مختلفه. حتى اضافه انه في بعض الكويريز حقيقه بتحول الكويري، بتحول الكويري مثل عندنا كويري اسمه مالتي ماتش، راح نشوفه لاحقا. المالتي ماتش هذا امبليسيتلي بيحول الكويري لديس ماكس كويري، تمام؟ فعمليا ديس ماكس هو طريقه بيستخدموها كويريز تانية عشان يحولوا الكويريز اللي ادخلها الاند يوزر لديس ماكس كويري. لذلك انت لما بتقدر تستخدم ديس ماكس فاستخدمه، فقد يكون واحد من الخيارات الجيده. ان شاء الله لنا لقاء في حلقه قادمه في Elastic 5، وراح نحكي عن بعض الكويريز الاخرى مثل مالتي ماتش ومثل تيرم ومثل بريفكس. السلام عليكم ورحمه الله.